أسامة، يعني هذا الطبيب بكتب رد دلوقتي أعتقد بيقول فيه إن الموضوع بالنسبة لي هي محاولة لتدارك الأخطاء والأضرار اللي تسبب فيها قانون تجريم الختان ورفع العقوبة عن الأطباء الممارسي لها، فيلجأ الناس للدايات والممرضين لعمل هذه العملية سرا في البيوت، وده اللي بيتم ومعروف. فهنا القانون بيلجئ الناس لضرر اكبر. ده رد بعته الدكتور. لا لا، ده مغالطات وكلام ملوش اي اساس من الصح. يعني دلوقتي القانون بيجرم تجاره الحشيش، يبقى ده بيؤدي لان تجاره الحشيش تبقى سريه، يبقى الحل ان احنا نخليها علنيه او نسمح بها. لا، ده كلام مغالطات يا استاذ عمرو، غير مقبوله. ولازم انا سعيد بموقف الدكتور علي محروس، انه موقفه واضح كده وحاد، ولكن المهم انه مسؤوليه التفتيش على المراكز الصحيه ومسؤوليه التفتيش على، يعني هو طبعا مكتوب انه مركز تبارك الازهري في العمرانيه، ده حاجه، ده مكتوب على البوست، انا لسه قاري من المعد بتاع حضرتك. موضوع مش مركز طبي واسمه تبارك الازهري وفي حي العمرانيه. انا بطالب اداره العلاج الحر ان من بكره تروح تشوف ايه الموضوع ده، لان احنا ملناش ضبطيه، النقابه ملهاش حق الضبطيه، اللي ليه حق الضبطيه هي اداره العلاج الحر. بس على الجانب الاخر بقى، انا مع الدكتور علي محروس يبعت شكوى من بكره الصبح للنقابه، للهيئه التاديبيه للجنه الشكاوي، والنقابه تتولى التحقيق في الموضوع فورا. والاهم من كده الحقيقه، طالما ده بيخالف، بيتعارض مع قانون جنائي، يعني بيعتبره جريمه مش جنحه، يبقى لابد من انه اداره العلاج الحر تعمل بلاغ للنائب العام في هذا الشان ايضا.